السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2019، غادي نصحو الجزء المتعلق باللغة language، وكما جرت العادة كيبداو بهذا السؤال ديال fill in the gaps with the appropriate words from the list، أو املأ الفراغ بما يناسب. وعندكم هنا خمسة ديال الاختيارات وجوج ديال الأجوبة صحيحة. No tape and placement اللي كتعني توظيف، reader قارئ، service خدمة، management تدبير أو تنظيم، center اللي هو المركز. وغادي نبداو على بركة الله. No taken and time، no taken and time، العملية ديال أخذ النقط المهمة عند شي واحد، مثلا أستاذ كتاخذ النقط ملي كيكون كيشرح الدرس، التلميذ شنو تيدير؟ كيحاول انه ياخذ النقط المهمه اللي كيقولها الاستاذ، وهذه العمليه كتسمى نوت تيكين. سو نوت تيكين اند تايم، نوت تيكين اند تايم ار نيسيسري سكيلز فور يونيفرسيتي ستودنت. شنو غادي نديرو؟ نديرو بليسمنت؟ لا اعتقد. ريدر؟ لا. سيرفيس؟ لا. مانجمنت سنتر؟ دونك سنتر لا، ومانجمنت نعم. دونك تنظيم الطريقه ديال اخذ النقط وتنظيم الوقت هما مهارتين مهمتين في اخذ بالنسبه للتلميذ الجامعي. دونك نديرو تايم مانجمنت، تايم مانجمنت، تايم مانجمنت. وهنايا اوكي تايم مانجمنت نديروها بلون اخر باش تكون واضحه. Holding, helping old people in hospitals is part of community. شنو نديرو هنايا؟ ملي تلقاو community وتلقاو helping، helping old people أو مساعدة الناس كبير السن، يعني الناس اللي كبار. In hospitals في المستشفيات is part of community، يعني community service. تنديرو service أوتوماتيك مو هنا بلا ما تفكر بزاف. community service، so community service، لأن community كتمشي ديما مع service. ملي تلقاو community ديرو service أوتوماتيك. So helping old people in hospital is part of community service، أو مساعدة كبير السن في المستشفيات هو جزء من العمل الخيري التطوعي ديال مواطن صالح. يعني بالنسبة لأن هاد الكلمة أو هاد الكولوكيشن غادي تلقاوها في اليونيت ديال citizenship أو المواطنة، وبالتالي المساهمة في الأعمال الخيرية في المستشفيات ربما أو في أماكن أخرى اللي الناس هاكي يحتاجوا المساعدة، تنديروا هاد الكوميونيتي سيرفيس. مثلا الإنسان باش يكون مواطن صالح ونشيط يمكن أنه يشارك في الكوميونيتي سيرفيس. ندوزو البي. Replace the underlined words with appropriate phrasal verbs from the list. عندكم هنا خمسة ديال phrasal verbs، وطبعا عندكم المعاني. مثلا هنا قال لكم راه درنا لكم underline، يعني تشوفوا الأندرلاين سافودير راه تحت منهم سطر، underline كتعني تحت منهم سطر. سو عندنا سوزان وعطاوكم واحد الفعل هنا suffered from، عانت من، صافي. هاد suffered from تيقول لك اسيدي كاين واحد الفريزل فيرب كيعني suffered from. كذلك بالنسبة للجملة الثانية returned كاين واحد الفريزل فيرب كيعني return. دونك انت غادي تدير في بلاصتو غدير داك الفريزل فيرب اللي كيعني returned، وكيدير داك الفريزل فيرب اللي كيعني suffered from. دونك نشوفوا المعاني ديال هاد called for استدعى، came back عادة، found out اكتشف، went through مرت او عانت، left behind بقي في الوراء، يعني بقي تم تداركه، يعني تم التدارك ديالو، و يعني
لور. So Susan suffered from. Susan suffered from غنديرو went through لأن went through هي اللي كتعني ملي تلقاو experience. Experience كتمشي معها go through وهذه حيت الباست غنديرو went through. So ممكن تقول I went through a bad experience, a terrible experience يعني عانيت أو مررت من تجربة سيئة. So Susan غنديرو هنا went through. Went through. بالنسبة للسؤال أو الجملة الثانية the kids were sleeping when their father returned home. The kids were sleeping when their father returned home. يعني الأطفال كانوا نائمين عندما عاد أبوهم من أو عاد أبوهم إلى المنزل. دونك هنا called for قلنا لكم استدعى came back عاد. دونك came back هو came back عاد إلى المنزل وغندير هنا came back. دونك هذه مسألة يعني خاصكم غير تعرفوا المعاني ديالهم. يعني هنا ما كاينش واحد القاعده اللي نقولها لكم باش تعرفوا شنو ديروا. هنا كلمات phrasal verb معاني خاصكم تكونوا عارفين المعنى يعني باش ما نكذبش عليكم كلكم كاين واحد الطريقه سحريه باش تحفظوا هذا الشيء. هذا خاصكم تعرفوا ضروري المعنى ديالو ضروري المعنى ديالو باش يمكنكم تجاوبوا جواب صحيح. Put the verbs in bracket in the right tense. رقم C السؤال رقم C. Put the verb in bracket in the right tense. من يقول لكم put the verbs in brackets in the right tense. يقول لك هنا تخدم الكونجيجيزون. من يتلقاو verbs in the right tense واللي كيكونوا في البراكيت تخدم لا كونجيجيزون. في لا كونجيجيزون في الانجلي في الباكالوريا قرينا جوج ديال التنسز اللي هما future perfect و past perfect. نشوفوا بعدا واش عطينا هنايا. بعد مرة ترى ما كيعطيو مناش بجوج تعطيونا وحدة وتعطيونا شي وحدة قريناها في السيزيام مثلا. ولكن نشوفوا هنايا by the end of this century. century هو القرن يعني عند نهاية هذا القرن. machines الآلات replace workers in many jobs يعني الآلات غادي تستبدل أو الناس غادي تستبدلوا من طرف الآلات. يعني غادي الماشينز غادي تعوض الناس الوركرز اللي هما العمال في يعني وظائف كثيرة. دونك غادي نشوفوا شنو نديروا هنايا. عندكم by the end ملي تشوفوا by the end عرفوا بأنكم مطالبون ب الفيوتشر بيرفكت. يعني واضحه الفيوتشر بيرفكت راه معروف. اول حاجه كنديرو ويل نشوفو باي ذا اند اوف ذيس. هادو هما كنقولو لهم الكي ووردز او داك الكلمات المفتاح هاد الادفيرز اوف تايم اللي باي ذا اند اوف ذيس هي اللي كتقول لك شنو كاين. باي ذا اند اوف ذيس سنتري هنا كيقول لك اوتوماتيك مور هذا راه فيوتشر بيرفكت. دونك ويل وكتحط هاف هذه في الفيوتشر بيرفكت كدير ويل هاف عاد كتشوف الفعل اللي هو ريبليس. هذا ريبليس سهل لانه فعل طويل وبالتالي كاع الافعال طويله بالنسبه للفعل اللي كيكون طويل كتزيد له غير اي دي وكتهني راسك. ريبليس وكتزيد دي. So will have replaced. So machines will have replaced workers in many jobs. هنا كما كتشوفوا هنا ما عطاوكمش past perfect. انا عطاكم next summer. هذا هو اللي غيوريك in a tense هذا. Next summer. وعندنا سؤال. امر خصكم تاخذوه بعين الاعتبار.
دونك الاكسام راك تخدم غير الفيوتشر، غير الفيوتشر عادي، وغدير ويل ياك حيت فيوتشر دونك ويل هي اللي كتسبق السبجكت ديما، السبجكت عندنا يو سبان دونك غنديرو ويل وعاد نديرو سبان. بالنسبة للسؤال ديما الاوكزيلري او هذا الموديل هذا هو اللي كيسبق ديما السبجكت، ويل كيسبق السبجكت ديما في الكويشنز، غير في الكويشنز يعني في السؤال. نبدل اللون نشوفو هنا بالنسبة للدي filling the gaps with the appropriate words from the list. هنا عندنا whom who's which، دونك whom كتمشي مع الشخص، which كتمشي مع الأشياء، و whose كتمشي مع شي حاجة كتمتلكها. I downloaded the video gain اللي ربح millions of likes on YouTube. دونك whose ما فيهاش امتلاك، whom كتكون مع الشخص وانت عندك فيديو، دونك هذه ضرب عليها. هكا كتعاملوا مع حتى مع هذا، هذه نحيدوها، هذه واش فيها شي امتلاك؟ ما فيهاش، لان عندي نيشان الفيرب، لان هاد هوز هوز خاصك تلقى هنا تلقى اسم ولا شي شخص، اسم ديال شي شخص ولا شي شيء، لكن هنا عندنا فيرب دونك ما تخدمش هاد هوز. ويتش عندنا فيديو نحطو ويتش اوتوماتيك لان هي اللي بقات لنا، دونك غنديرو اي داونلودد the video which gained millions of likes on YouTube on the roof which. I will email you the questionnaire for to fill in online, right? You print it. دونك هنا عندنا كانت نيدنت هنا يمكن هذا الدرس هذا على ما اعتقد ما غاديش يكون عندكم لان ربما ما وصلتولوش ديال المودلز. بون اي ويل ايميل يو، حتى ما فيها باس الا جاوبنا عليه. اي ويل ايميل يو ذا كويشنير تو فيل ان اونلاين، يو برينت ات. شنو نديرو؟ يو كانت برينت ات، يو نيدنت برينت ات، ولا you wouldn't print it. هو قال لك انا غادي نصيفطو لك، دونك بلا ما يعني ما كاينش الحاجه انك تطبعو، انا غادي نصيفطو لك. دونك اش غدير؟ يعني lack of necessity، وتدير you needn't، بلا ما you needn't ولا you don't have، حتى you don't have ما يبقى ما عندكمش، انا نعطيها لكم لان حتى هي كتكون you don't have to. So هذه راه يو نيدنت كتعني يو دونت هاف تو، يعني بلا ما تطبعوا بهذا المعنى، هذه بلا ما تطبعوا يو نيدنت تو برينت ات، انا غادي نصيفطو لك بلا ما تطبعوا، صافي. دونك ندوزو للري رايت. هذا سؤال ديما تيتعطى، ري رايت اعيد كتابه وتعطيك الكلمات الاولى وانت كتكمل. سو هنا دي امبلويز ستوبت وركين بيكوز دي ديدنت جيت ذير سالاريز، وعطاوك شنو؟ The employees wouldn't have stopped working if هناك شو عاطين هنا عاطين if، دونك الكونديشنال. الكونديشنال شنو كيتعطيو الكونديشنال في البكالوريا؟ باين كونديشنال تايب 3. كيفاش الاستاذ غادي نديروا لهادشي هذا في التايب 3؟ خاصك اولا تكون عارف القاعده ديال الكونديشنال تايب 2، سهله بزاف، وكذلك تعرف كيفاش يعني يعطيك واحد الجمله تعرف كيفاش تردها كونديشنال تايب 3. كما في هذه الحاله هنايا كما كتشوفوا هنا عندكم دي امبلويز ستوبت وركينغ، هذا هو الجزء الاول اللي كتقسموه هي بيكوز. بعض المرات كتلقاو بيكوز وبعض المرات كتلقاو سو، وفي غالب الاحيان في الامتحانات يحطوا بيكوز، الا لقيتوا سو راه بحال سو. امبلويز ستوبت وركينغ هذا الجزء الاول. الجزء الثاني they didn't get the salaries، وقفوا من العمل ما خداوش لي سالاري ديالهم بيكوز. دونك غادي نقسموها هنا وانا غادي نديرو اف، هنا غادي نديرو لا غادي نديرو دي امبلويز
wouldn't have stopped working. يعني هنا عندكم positive ما فيهاش negation ما فيهاش not. شنو كتولي في الـ في الـ في الconditional؟ كتولي negative. كتولي نيجاتيف هاي wouldn't. هنا عندنا نيجاتيف، هنا غادي تكون بوزيتيف وغادي تكمل على حساب الطريقه. دونك اف دي هاد مع، شوف مع اف حدا اف ما تنديروش would، تنديرو غير سميتها، تنديرو التي تنديرو ال past perfect. past perfect يعني had plus past participle. so if they had had اش past participle ديال الverb ديال gets. هاي هي got. got their salaries. هكا يكونوا سالينا دغيا دغيا. ما هادشي هذا راه ما صعيبش، خاصك تكون عارف غير القاعده وراك غادي تجاوب بكل بساطه. خاصك تكون عارف غير القاعده طبيعه الحال. خاصك تكون عندك عاوتاني واحد الفكره ديال لو في ان منين تيعطيك كيعطيك الجمله فيها بيكوز، راه هاد سميتو اف كتكون مع الجملة الثانية اللي حدا بيكوز او اللي جات مور بيكوز. الى لقيتي هنا سو كتكون هنايا اللي قبل سو. صافي نعطيو مثال. مثلا درنا سو هنايا، درنا سو غنديرو they didn't get their salaries so the employees stopped working. دونك غادي نديروها مع اف. ندوزو السؤال رقم جوج. let's take a selfie with our star. ناخدو خلينا ناخدو صورة ديال سيلفي مع النجم ديالنا. فؤاد suggested او اقترح فؤاد. هنا reported speech وبنيت نخدمو راه عندكم فيديو دو كنت درتو ديال functions ديال في ريبورتد سبيتش، رجعوا له راه عندكم في تشانل تفرجوا فيه باش تعرفوا هاد ريبورتد سبيتش ديال الفانكشنز. او فؤاد سجستد، هذا حيت سجست. ليتس تيك هذا سجست. نسمع ليتس تيك هذا سجست، كتحيد هاد ليتس، كتحيدها لان هي سجست. ملي كتقول له يلا نديروا شي سيلفي وتنديروا حداها suggest، كتمشي مع كما الا مازال عاقلين ديال gerund and infinitive. suggest كتمشي مع الانفينيتيف، وغنديروا الانفينيتيف ديال take اللي هي taking. دونك taking فوالا. باش نحيد هادشي لان ملي كتسالي So suggest taking what? A selfie with our star. So for us suggested taking a selfie with our star or with his star or ماشي مهم. So our school collected donations for a charity association. Our school collected أو المدرسة دي النجم عاد donations أو هبات donations، الهبة اللي كتعطى فلوس كتعطى for a charity association أو for واحد الجمعية خيرية. So our school collected donations for a charity association. كما قلت لكم في الفيديو السابق، بالنسبة منين تيعطيك donations تيبدا لك بكلمة كتعرف بأنه هو راه طالب منك الباسيف فويس، وكيبدا لك بالسبجكت هو الاوبجكت. دونك عندنا اور سكول اللي هو السبجكت، كولكتد هو الفيرب، ومور الفيرب نيشان شنو تيجي
تيجي الاوبجيكت. بالنسبه لهذه كاين اللي كيجي كيتلف كيبدا ليا بفور تشاريتي اسوسيشن وعاد تيبدا ب... لا شوف، منين تلقاو فور ان اون اباوت ويز، هادو بريبوزيشنز، منين تلقاو هادوك اللي جا من بعدهم راه ما تيدارش في الاول، هادوك سون دي ادفيربس، يعني هادوك ما ديروهمش في الاول، هادوك ماشي اوبجيكت. الاوبجيكت هو اللي كيجي نيشان مور الفيرب، اللي كيجي ديريكت مور الفيرب. فين هو الفيرب؟ هنا هو كولكتد، واخا شنو هو اللي جا مور كولكتد؟ هو دونيشنز. دونك دونيشنز هذا هو الاوبجيكت. دونك دونيشنز شنو غادي نديرو هنا في في الباسيف فويس؟ عندنا شنو عندنا هنايا؟ عندنا كولكتد، كولكتد هو السيمبل باس. عطوني السيمبل باس ديال الفيرب تو بي، ديما الفيرب تو بي خصو يتحط في التنس ديال المين فيرب، يعني الفيرب تو بي خاصو يكون في التنس ديال هذا الفعل. هذا الفعل فين كاين؟ هذا كاين فاش؟ سيمبل باست. غنديرو سيمبل باست ديال الفيرب تو بي، وغنديرو واش واز ولا وير، باس ديال واز ولا وير، غنديرو وير لان عندنا دونيشنز، ياك دونيشنز جمع، دونك غنديرو وير. اوكي غنديرو وير تري بيان، وغادي نديرو كولكتد، حافظوا على نفس الفيرب حيت هو اصلا ديجا ريغولار فيرب، دونك اي دي، دونك ما تيتبدل حتى شي حاجه منه. اور سكول كولكتد دونيشنز، غنديرو دونيشنز وير كولكتد فور ا تشاريتي، تشاريتي اسوسيشن باي اور سكول. هادشي راه مهم خصك تعرف غير كيفاش يعني بالنسبه للباسيف فويس خاصك تعرف الفيرب تو بي، يعني التنسز في الفيرب تو بي، انت كتشوف الفيرب شنو هو في اين تنس، وانت كتحط وكتحط الفيرب تو بي في داك نفس التنس اللي كاين في الفيرب فيه. دونك هنا راه واضح، ندوزو الاف match each expressions with its appropriate functions. هنا عندكم الفانكشنز، هذا سهل جدا. What do you mean by virtual reality؟ هنا كتسول شنو كتعني، دونك هنا asking for clarification سهلة، تنديرو what do you mean، هو كتسول على توضيح. سو غنديرو هنايا سي، would you please، would you please ملي كتقولش واحد would you please، عافاك would you please send me the application form، صيفط لي الفورم. هنا asking for what، it's a request، هذا request، هذا طلب. would you please send me the application form، هذا طلب، وبالتالي هو هو دي. I'm really sorry it's all my fault، شو واحد كيقول I really sorry، شنو هذا؟ apologizing، كيعتذر، apologizing. A وفي الرابعة do you think I should call them now، do you think I should call them now، واش كتظن أنا I should، نسمع should، تلقاو في جملة فيها should، عرفي أنه advice، سيرتو في advice، أنا should كتخدم غير advice، دونك so, sorry، عطيتكم advice تما، ندير B، صافي هكا غادي جوج نقيطات. جويب ندوزو السؤال التالي، what do you think of wearing the school uniform. هنا كتعطيك what do you think، ملي تعطيك what do you think هنا كتجي نتايا وكتعطي your opinion هنايا، what do you think، غدير نتا I think، الى قالك what do you think قولو I think، I think what do you think of wearing، what do you think of wearing the school، I think wearing بلا ما دير داك اوف، اي ثينك ويرين، ولا بلا شوف كاع بلا ما دير كاع ما دير واش كاع هاد هاد اي ثينك ويرين ذا سكول كذا، اي ثينك اتس جود، اي ثينك اتس جود، يعني بتكون ذكي في الاجوبه ديالك، الاستاذ ما عنده ما يدير لك هنايا، هيا قال الجواب صحيح، اي ثينك اتس جود.
ما تكترش ما تكترش بزاف، لان كل ما كتكتر وكتبغي يعني تبان زعما راك راه عندك اللغه، تقدر تغلط ويقدر الاستاذ يهبط عليك يعني. دونك حاول ما امكن انك دير اجوبه بسيطه جدا وواضحه وما فيهاش اخطاء. I'm sorry to say it, your room service is not that good. I'm sorry to say it, your room service is not that good. شي واحد اللي تقول له I'm sorry to say it، هنا كيدير الكومبلينت يعني كيشكي لك، كيقول لك تيقول لك اخويا داك الخدمات اللي كتقدمها راه ماشي حتى اللي راه it's not good. تقول له انت يا اسمح لي، هنا غالبا تعطي sorry، كتقول له I am sorry for that. إلا كتبتي هادي راه مزيان، هذا I'm sorry for that راه يعطيك النقطة ديالك. بغيتي تزيد تكمل ودير this will never happen again، this will never happen again، يعني هذا ما يرجعش. مثلا كدير له ان هذه المسائل هذه يعني هذا الخطأ هذا ما غاديش نعاود نديرو ممكن، ولكن الى قلت لكم شوف نحيد هذا الشيء هذا. سوري على العموم this will never happen again. ماشي يلا على العموم ما بغاليش ما بغاش نشوف حيت دابا والو this will never happen again. اوكي صافي هي تصوبت this will never happen again will never this will never happen again. Très bien. صافي ممكن دير غير I am sorry، ملي تلقى I am sorry to say that راه كيطلب منك هذا راه كيطلب منك الابولوجي. دونك فوالا نشوفكم في تصحيح اخر، مع السلامه. وما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لايك باش يوصلكم فيديوهات جداد ان شاء الله ديال الامتحانات.